نحن رايحين لفرنسيا سيتاسون سلابغ أقوال مشهورة. في هذه الفقرة سنتوقف مع ثلاثة أقوال لهاولزين. طبعا هاولزين كما سنرى بعد قليل هو شخصية أمريكية لا في السياسة والحرب. هاولزين يقول في إحدى أقواله: Rappelez-vous que le pouvoir des gens d'en haut dépend de l'obéissance des gens d'en bas. Quand ceux-là cessent d'obéir, les autres n'ont plus de pouvoir. Rappelez-vous, تذكروا, rappelez-vous, هذا le verbe se rappeler, هذا فعل تذكر. Rappelez-vous que le pouvoir, تذكروا بأن السلطة, طبعا تنعرفوا بأن le verbe pouvoir, يعني استطاع, pouvoir يعني استطاع, أيضا le pouvoir تتعني كما لو نقول استطاع ولكن المقصود بها السلطة. طبعا هنا le pouvoir تعني السلطة. هذا يشبه إلى حد ما le verbe devoir يعني توجب, le verbe devoir يعني توجب, وأيضا منها le devoir يعني الواجب. إذن عندنا هنا pouvoir يعني فعل استطاع أو أمكن, وأيضا كما عندنا هنا نتكلم عن le pouvoir كاسم, إذا نتكلم عن السلطة. إذن rappelez-vous que le pouvoir des gens d'en haut, تذكروا بأن سلطة الأشخاص أو سلطة الناس d'en haut للأعلى, يعني نتكلم هنا عن أشخاص الأعلى, le haut يعني الأعلى. نتحدث هنا عن أشخاص كما نقول الموجودين في الحكم. إذن rappelez-vous que le pouvoir des gens d'en haut dépend de l'obéissance des gens d'en bas. إذن سلطة الأشخاص الموجودين في الأعلى dépend يعني أن تتبع. إذن نتكلم عن الverb dépendre يعني فعل تابعة. أحيانا نتكلم عن la dépendance يعني التبعية. L'indépendance يعني عدم التبعية عكسها, وهو ما يعني عندنا الاستقلال. إذن هنا rappelez-vous que le pouvoir des gens d'en haut dépend de l'obéissance, يعني أن سلطة الأشخاص الموجودين في الأعلى dépend يعني أن تتبع أو أن تكون حسب de l'obéissance, تكون هذه السلطة حسب الطاعة. l'obéissance المقصود بها الطاعة, تأتي من فعل أبيير, أبيير يعني امتثل وأطاع. إذن نتكلم هنا عن لوبيسونس. إذن rappelez-vous, تذكروا que le pouvoir, بأن السلطة des gens d'en haut يعني أن سلطة الأشخاص في الأعلى dépend يعني أن تتبع de l'obéissance يعني أن تتبع الطاعة des gens d'en bas يعني أن تتبع طاعة الأشخاص الموجودين في الأسفل. المقصود أن تتبع طاعة الأشخاص المحكومين. سلطة الأشخاص الموجودين في الأعلى المقصود سلطة الأشخاص الذين يحكمون dépend de l'obéissance des gens d'en bas يعني أنها تتبع طاعة الأشخاص الموجودين في الأسفل. المقصود أن تكون حسب طاعة الأشخاص المحكومين. كلما كانت طاعة الأشخاص المحكومين كبيرة كلما كانت سلطة الأشخاص الذين يحكمون أقوى. عندما هؤلاء ساس دبيير عندما هؤلاء يتوقفون عن الامتثال. عندما هؤلاء ساس, ساس يعني توقف. ساس دبيير عندما هؤلاء يتوقفون عن الامتثال, les autres n'ont plus de pouvoir, الآخرون لن يصبح عندهم سلطة. إذن les autres n'ont plus, عندنا le verbe avoir. إذن les autres n'ont plus, إذن الآخرون لن يكون لهم بعد de pouvoir, لن يكون لهم بعد سلطة. إذن rappelez-vous que le pouvoir des gens d'en haut dépend de l'obéissance des gens d'en bas. Quand ceux-là cessent d'obéir, les autres n'ont plus de pouvoir. إذن طبعا هاولزين هنا
يتكلم عن شعب واعي. طبعا هنا نتحدث عن شعب واعي، ونتحدث عن شعب يعرف الأولويات. طبعا عندما يرى هذا الشعب مصالحه مهددة ويعبث بها، فحينها يمكنه أن يتوقف عن الامتثال والطاعة، ويطالب بتنفيذ الأولويات التي تخصه، ولكن بحكمة وروية. إذن طبعا هنا نتحدث عن شعب واعي يعرف مقاصده. طبعا سنرى بعد قليل بأن هاوتزين كان قد جر إلى الحرب التي أخذتها أمريكا، وبالتالي استفزه هذا الأمر. في قولة أخرى يقول: لا ديزوبيسون سيفيل ني با ان بروبليم، يعني أن عدم الامتثال المدني، كما لو نقول العصيان المدني، ني با ان بروبليم، ليس مشكلا. لو بروبليم سي لوبيسون سيفيل، المشكلة تكمن في الامتثال المدني، المشكلة تكمن في طاعة الناس المدنية. نوتر بروبليم سو سون لي جون دي موند اونتي، مشكلتنا هم أشخاص العالم أجمعين. إذن هنا يقول بأن مشكلتنا هي الناس من جميع أنحاء العالم. كي أوبيس، الذين يطيعون ويمتثلون أو ديكتا، يعني أنهم يمتثلون للديكتاتوريات. كي أوبيس أو ديكتا، يعني أنهم يمتثلون للديكتاتوريات. أمبوزي، أمبوزي يعني المفروضة، أمبوزي بار لور غوفرنومون، المفروضة بحكوماتهم. مشكلتنا مع جميع الأشخاص من جميع أنحاء العالم. Notre problème, ce sont les gens du monde entier. إذن مشكلتنا هم الناس من كل أنحاء العالم. كي أوبيس أو ديكتا، الذين يمتثلون للديكتاتوريات. Imposé par leur gouvernement. المفروض بحكومتهم. Et qui ont donc soutenu des guerres. Et qui ont donc soutenu des guerres. والذين هم دعموا، عندنا لو فيرب سوتونير، عندنا لو فيرب سوتونير يعني دعم. وهؤلاء الأشخاص بامتثالهم وطاعتهم لحكوماتهم، فهم إذن دعموا دغار، يعني أنهم دعموا حروبا. الحكومة تقول لهم هيا لنأخذ هذه الحرب، فتطيع الشعوب. تقول لهم نأخذ هذه الحرب الأخرى، فتطيع الشعوب وتصفق. إذن مشكلتنا مع هؤلاء الأشخاص المصفقين والممتثلين. إذن notre problème ce sont les gens du monde entier qui obéissent aux dictats imposés par leur gouvernement et qui ont donc soutenu des guerres. والذين هم دعموا حروبا. هؤلاء الأشخاص المصفقين لا يعرفون بأن حكوماتهم تقتل أبرياء في أماكن أخرى. دي مليون بيغير، الملايين يهلكون، عدنا لضرب بيغير يعني هلك. دي مليون بيغير à cause de cette obéissance. إذن هؤلاء الأشخاص يهلكون بسبب هذه الطاعة وهذا الامتثال. notre problème c'est l'obéissance des gens du monde entier. مشكلتنا مع طاعة الأشخاص من العالم ككل. كي فوا بورتون لا بوفرتي، الذين عندنا هنا كي فوا، نتكلم على الأشخاص من كل أنحاء العالم. كي فوا، الذين يرون، عندنا لو فيغ فوا هنا. كي فوا بورتون، الذين يرون رغم ذلك. لا بوفرتي، الذين يرون مع ذلك. لا بوفرتي، يرون الفقرة. لا فامين، المجاعة. لا ستوبيديتي، يعني الغباء أو البلاهة. الأشخاص يرون عدم جدوى هذه الحروب، ورغم ذلك يدعمون حكوماتهم. لا ستوبيديتي، لا غار اي لا كريوتي، لا غار اي لا كريوتي، يرون الحرب ويرون القساوة والفضاضة والغلظة. نوتر بروبليم سي كو لي جون سوا اوبيسون alors que les prisons sont remplies de petits voleurs. Notre problème, c'est que les gens soient obéissants. مشكلتنا هو أن الناس يكونون مطيعين. C'est que les gens soient obéissants. هو أن الناس يكونون، عندنا لو فيرب اتخنا،
c'est que les gens soient obéissants. هو أن الناس يكونوا مطيعين alors que les prisons في حين أن السجون sont remplies أنها ممتلئة. Le verbe remplir يعني ملأ. طبعا عندنا هنا les prisons sont remplies يعني أن السجون هي مملوءة. De petits voleurs يعني أنها ممتلئة باللصوص الصغيرة يعني أن السجون ممتلئة باللصوص الصغار que de grands délinquants تطلق على الأشخاص المرتكبين للجنح. إذن كما نقول هنا بأن أصحاب الجنح الكبيرة أو الجرائم الكبيرة que de grands délinquants وبأن أصحاب الجنح الكبيرة أو أصحاب الجرائم الكبيرة ديريج لوغ بي يعني أنهم يسيرون بلدانهم. إذن هؤلاء الأشخاص من كل أنحاء العالم يطيعون حكوماتهم الدكتاتورية يطيعون حكوماتهم وهم يرون الفقر والمجاعة مشكلتنا الحقيقية هي مع امتثال هؤلاء الأشخاص من كل أنحاء العالم لحكومات دكتاتورية مع أنهم يرون الفقر ويرون المجاعة ويرون البلاهة ويرون غباء القرارات ويرون الحرب والقساوة فرغم ذلك هم يستمرون في طاعة تلك. إذن notre problème c'est que les gens soient obéissants alors que les prisons مشكلتنا أن الناس يستمرون في طاعتهم alors que les prisons في حين أن السجون sont remplies de petits voleurs في حين أن السجون ممتلئة باللصوص الصغيرة et que de grands délinquants في حين أن المجرمين الكبار dirigent leur pays يسيرون بلدانهم. عدنا le verbe diriger يعني سيرة et que de grands délinquants dirigent leur pays في حين أن المجرمون الكبار يسيرون بلدانهم. C'est cela notre problème هذه مشكلتنا هذه هي مشكلتنا الحقيقية. طبعا كلام يستحق التدبر فالمشكلة الأساسية هي هذه. فلو أن كل شعوب العالم كانت واعية بالمشاكل المحيطة بها وكانت تتمثل فيها الحكمة لساد السلم ولسادت الأخوة. طبعا مشكلتنا الأساسية كما يقول هاولزين أن الشعوب تطيع حكوماتها رغم أن تكون ظالمة. يقول هاولزين أيضا tant que les lapins n'auront pas d'historien l'histoire sera racontée par les chasseurs. Tant que les lapins madame أن الأرانب n'auront pas d'historien ليس لهم مؤرخين. Tant que les lapins n'auront pas d'historien tant que les lapins n'auront pas d'historien طالما أن الأرانب ليس لهم مؤرخين l'histoire sera racontée par les chasseurs فالتاريخ سوف يحكى سوف يروى par les chasseurs سوف يروى من طرف الصيادين. إذن طالما أن الأرانب ليس لهم مؤرخين يكتبون حقيقة ما وقع لهم طبعا فإن الذي سيكتب التاريخ فإن التاريخ سيروى وسيحكى من طرف الصيادين. إذن ما دام أن الأرانب ليس لهم مؤرخين يحكون قصصهم الحقيقية وظلمهم واعتداء الصيادين عليهم ما دام أن هذا غير موجود ما دام أن الأرانب ليس لهم مؤرخون يكتبون حقيقتهم فإن الذي سيروي التاريخ فإن الذي سيكتب التاريخ طبعا هم الصيادون سيقولون ما شاءوا سيقولون مثلا بأن الأرانب هي التي هددت الصيادين مثلا أو أنها اعتدت عليهم أو أن الأرانب كانت تشكل خطر إلى آخره ثم يقولون ما شاءوا.
طبعا الذين سيأتون من بعد وسيقرؤون التاريخ فلن يجدوا رواية الأرانب. الأشخاص الذين سيقرؤون التاريخ لن يجدوا رواية الأرانب، وبالتالي لن يجدوا الحقيقة، بل سيقرؤون ما كتبه الصيادون فقط، وبالتالي سيقرؤون التاريخ مغلوطا. وهذا طبعا يحصل كثيرا، لذلك كل الذي نقرأه يتهم شخصا أو أشخاص أو جماعات، علينا أولا أن نتريث في الحكم أو أن ننساق مع هذه الأحكام التي يروج لها، حتى نسمع من الطرف الآخر، حتى نسمع من الطرف الآخر. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. L'histoire sera racontée par les chasseurs. إذن هاولزين نيلو 24 أوت 1921 ومور 27 جانفي 2010 في سانتا مونيكا كاليفورنيا. هاولزين ولد في 24 شهر 8 1921 ومور le 27 janvier 2010 à Santa Monica, Californie. Est un historien, يعني أنه مؤرخ, et politologue américain, وعالم سياسي أمريكي, professeur au département de sciences politiques de l'université de Boston durant 24 ans. وأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة بوسطن لمدة 24 سنة. Professeur au département de sciences politiques de l'université de Boston durant 24 ans. إذن هو أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة بوسطن لمدة 24 سنة. Pendant la Seconde Guerre mondiale. أثناء الحرب العالمية الثانية, il s'engage dans l'armée de l'air. يعني أنه التحق بالقوات الجوية. Il s'engage dans l'armée de l'air. يعني أنه التحق بالقوات الجوية. Est nommé lieutenant bombardier navigant. Est nommé وسمي المقصود أنه عين ليوتنون بومباردي، يعني أنه عين ملازما بومباردي، يعني كما لو نقول بأنه عين ملازما مفجرا نافيغون. إذن كما لو نتكلم عن ملازم بمجال الطيران الخاص بالمقنبلات، إذن نتكلم عن الطائرات المقنبلات. طبعا كلمة بومباردي عدست النو ماسكولاه، يعني اسم مذكر المقصود به افيو دو بومباردومون. اذا نتكلم عن طائره قاذفه للقنابل، اذا الطائره القاذفه للقنابل تسمى بومباردي. اذا هاولزين هنا انومي ليوتنو بومباردي، انه عين ملازما بهذا المجال، بمجال الطائرات القاذفه للقنابل نافيغون. هذه تجي من فعل نافيغي، يعني أنك تسافر بحرا أو جوا، يعني المقصود أنه كان يقود طائرات من هذا النوع. son expérience dans l'armée. إذن تجربته في الجيش a été le déclencheur، يعني كانت هي الباعث، كانت هي الباعث dans son positionnement politique. إذن كانت هي الباعث في موضعته كما لو نقول السياسية، كانت هي الباعث في كما نقول تموضعه السياسي. المقصود أن كانت هي السبب أو الباعث في موقفه السياسي. son expérience dans l'armée a été le déclencheur de son positionnement politique pacifiste، يعني السلمي. إذن كانت هي الباعث على موقفه السياسي السلمي. qui élève au rang de devoir، الذي يرفع إلى درجة الواجب. إذن هو يرفع إلى درجة الواجب ماذا؟ La désobéissance civile، الذي كان يرفع إلى درجة الواجب العصيان المدني، عدم الامتثال المدني. كان يرى بأن عدم الامتثال لمثل هذه الحكومات التي تأخذ مثل هذه الحروب، كان يرى بأن عدم الامتثال يمكن أن يعتبر واجبا، يمكن أن يعتبر واجبا. إذن هذا هاولزين وتلك بعض كلماته كما رأينا. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.